حد يفهمنا ايه اللي بيحصل في الذهب. على رأي المثل او على رأي الجملة الشهيرة، اوعى القطر يا عم الحاج. الذهب راكب القطر وشارخ. زيادة يومية وارتفاع متواصل في اسعار جرامات الذهب بشكل الحقيقة غير مسبوق. النهاردة بنتكلم عن ان جرام الذهب اللي هو عيار 21 اللي هو الاكثر شيوعا واكثر استخداما، يعني جرام 24 راح في الفلنكات لكن جرام 21 ده الاكثر شيوعا. النهاردة بيتكلموا فيه 3070 جنيه جرام الذهب عيار 21، وصل في بورصة الذهب النهاردة او في سوق الذهب النهاردة ل 3070 جنيه. كنا من يومين ثلاثة قلنا لاول مرة يكسر حجز ال 3000، لا ده كسره وعداه ووصل ل 3070 جنيه. عيار 24 مش عارف 3400 و 3500، يعني ارقام الجنيه الذهب. جنيه الذهب النهارده ب 24000 جنيه. الجنيه الذهب النهارده ب 24000 جنيه. جنيه الذهب اللي كان ب 4000 و5000 وصل النهارده 24000 جنيه جنيه الذهب الواحد. وانا الحقيقه رغم معلوماتي المتواضعه، انا مش اقتصادي طبعا عشان ما مفتيش على حضراتكم يعني، بس انا كنت طول الوقت كنت بربط الدولار بالذهب. كنت بقول ان هما بيطلعوا مع بعض وبينزلوا مع بعض وبيثبتوا مع بعض. الحقيقه ان الوضع تغير. الدولار طبعا الدولار بسم الله ما شاء الله، بس على الاقل او بقاله يومين ثلاثه اربعه خمسه ثابت بيتراوح في نفس رقمه. مش عايز اقول الرقم كام لان احنا ما عندناش غير الرقم الرسمي بتاع البنك، لكن في النهاية في السوق الدولار بيتراوح قروش حوالين رقمه العالي، بس ما بيطلعش قوي وينزلش قوي. الذهب سابه بقى وطلع. الذهب ساب الدولار ثابت وطلع، وزي ما بقول لكم كسر عيار ال 21 حاجز ال 3000، والمحللين سواء هنا ولا بره بيرشحوا انه لسه في صعود تاني والذهب مكمل على مقولة اوعى القطر يا عم الحاج. السيد ايهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد صناعات. ايهاب بيه مساء الخيرات. مساء الخير يا استاذ تامر. ازاي حضرتك؟ الله يخليك. تسمح لي اوضح حاجة؟ ارجوك. من المقدمة بتاعت حضرتك. ارجوك. حضرتك قلت ان الذهب مرتبط بالدولار. انا قلت انا كنت فاهم. لا ما انا هقول لحضرتك، ما احنا هنسأل السؤال، انهي دولار فيهم؟ الدولار المحلي ولا الدولار العالمي؟ ده سؤال. الدولار العالمي مرتبط مع الذهب ارتباط طردي. يعني الدولار العالمي بينخفض بيرتفع الذهب عالميا. كويس. ولكن احنا كمصر مربوطين بسعر البورصه العالميه، وعندنا ثلاث محددات المعروفين للسعر، هو سعر البورصه العالميه، سعر صرف الجنيه للدولار، والعرض والطلب. صح. تمام. فاذا احنا مربوطين بالبورصه العالميه محليا وبنقيمها بسعر الدولار. طب اسمح لي هنا بس استفسر منك حاجه، لانه لما بقعد مع بعض تجار الذهب او خبراء الذهب او كذا، مش كلهم بيقولوا لا احنا مش مرتبطين قوي بالبورصه العالميه، بدليل ان البورصه العالميه بتبقى في سكه واحنا ارقامنا ومؤشراتنا في سكه تانية. وده اللي حاصل امبارح. النهارده اي تغير بيحصل يوم الاحد في سعر الذهب هو تغير غير منطقي. مش معنى يوم الاحد، يوم الاحد هو الاجازه الاسبوعيه لسوق الذهب. يعني حضرتك نزلت الساغه مش هتلاقي ولا محل مفتوح. صحيح. فده تغير غير منطقي بتاع يوم الاحد، وده تغير بناء على العرض والطلب اللي بيحصل يوم الاحد فقط. وده تغير غير منطقي، لان حضرتك هتنزل يوم الاثنين الصبح يكون ممكن يكون اتجاه السوق متغير خالص. يعني ما ينفعش اقيس او احسب حساباتي على يوم الاحد. لا خالص. لا تمام. ده مش السوق الواقعي بتاع سوق الذهب. يرجع مرجوعنا للبورصه العالميه. ايوه. اللي حاصل ان احنا الذهب كان وصل قبل كده ل 2074 عالميا، النهارده الذهب ب 2055. يعني من سنه الذهب وصل ل 2074 وكانت اعلى نقطه في تاريخه، النهارده الذهب ب 2055 عالميا، يعني اقترب من اعلى نقطه ليه في تاريخه. صح. وده سببه الاتي: الفدرالي الامريكي من اسبوع تقريبا حدد ان هو هيوقف الارتفاعات على الدولار. الفايده على الدولار. تمام. ونوه ان عنده ثلاث انخفاضات جايين السنه الجايه، اولهم هيكون في شهر مارس.
فده بالتالي ادى الى انخفاض سعر الدولار وتوجه المستثمرين للمنازل الامن للاستثمار العادي الطبيعي بتاعهم ان هم دايما دي المحطه الرئيسيه. يعني عالميا لما الناس تحس ان الدولار العالمي، مالناش دعوه بالدولار المصري، الدولار العالمي هينخفض، التوجه والاقبال بيروح ناحيه الذهب مباشره. بالظبط، هي دي الستيشن اللي هم بيقعدوا عندها عشان يتفرجوا ايه اللي هيحصل بعد كده، او ان هم ياخدوا الاكشن اللي هيحصل بعد كده. مفهوم. فبالتالي بيحصل اقبال على الذهب، او ان هم انا ببسط المعلومه يعني، صحيح بيحصل صحيح. ان هم راشنج على ان هم اقبال على ان هم يشتروا الذهب، فبالتالي بنلاقي ان السعر العالمي بيرتفع لدرجه ان احنا وصلنا ل 2055 اول امبارح يعني يوم الجمعه. صح. احنا عندنا برضو ننوه ان بكره معظم البورصات العالميه اجازه بمناسبه الكريسماس، كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب. فاذا التغيرات العالميه هنبتدي نشوفها اعتبارا من فجر الثلاث ان شاء الله الساعه 1 بتوقيت القاهره. يعني كمان لا يمكن القياس بكره ونستنى ليوم الثلاث. بالظبط كده. مفهوم. طيب احنا داخليا هنا فكرة تثبيت المركزي الامريكي وسعر الفايدة وبتاع كده، القصة دي هنا في السوق المحلي ما تخصناش قوي، زي ما حضرتك قلت احنا مقاييس السوق المحلي هو العرض والطلب ناحية، وسعر الدولار في السوق الناحية التانية، وعينينا على البورصة العالمية. وعينينا على البورصة العالمية. بس ممكن الاقبال هنا ما يبقاش شادد، فبالتالي ما يحصلش ارتفاعات زي ما كنا متوقعينها. وده اللي حصل من تقريبا 3 شهور لما كان الذهب وصل ل 2150. وقلنا ان ده سعر عادل للذهب للناس، يعني قلنا للجمهور ان ده سعر عادل للذهب. صح. ونقطه متعادله، واللي حابب ان هو يشتري هي فرصه ان هو يشتري في وقتها. كان الذهب ساعتها ب 2150 جنيه العيار 21. بالظبط، ووقف على النقطه دي تقريبا اكثر. يعني اللي اشترى ساعتها يكسب، كان كسب 900 جنيه دلوقتي في الجرام تقريبا. تقريبا او اقل قليلا يعني، بس رقم بالزبط. رقم كبير. بالظبط. وهل حقيقي ده بقى في الصنعه عندكم في سوق الذهب، هل حقيقي بيقول لك انه النقطه اللي وصل لها لازم يرجع لها تاني؟ ده اساسي اساسي، ده قاعده يعني كده نقول. هو حتى حضرتك يا استاذ تامر، اذا حصل ارتداد في السعر تمام، بيكون ارتداد مؤقت، ولكن الانطلاقه بتاعته بتكون انطلاقه اقوى. يعني عشان افهم بس الناس اللي بيسمعونا، الجمله اللي انا بقولها اللي هو النقطه اللي وصل لها لازم يرجع لها، النهارده مثلا جرام الذهب 21 حوالي 3070، ممكن الاسبوع الجاي تلاقوه نزل ل 2700 2800، بس هيجيب ال 3070 هيجيبه تاني، ما فيهاش هزار. هو انا بشبهها باللي بيرمي قمح، اللي بيرمي قمح لازم ياخد ارتداد لورا عشان خاطر القطع عنده يطلع المسافة يطلع لاطول مسافه ابعد. او هي بيسموها بلغه الاقتصاد البلدي لم سوق بعد الارتفاع. وصلت. ولكن يظل طبعا، والكلام ده طبعا هيجي على هواك جدا، يظل الذهب هو الامن وهو الاسلم كادخارات واستثمارات. بالظبط. معلش استاذ تامر، انا حابب اضيف حاجه للجمهور برضو. اتفضل يا فندم. بعد اذن حضرتك انا هاخد نص دقيقه بس. طبعا. ان انتشرت في الاونه الاخيره، واحنا كشعبه جالنا شكاوي كتيره جدا من صفحات بيع المستعمل على مواقع السوشيال ميديا. الصفحات دي غير امنه، ما بيبيعوش بفواتير، ما فيش اي ريفرنس ليهم ان الجمهور اللي بيشتري منهم المستعمل ان هو يقدر يرجع لهم. ما فيش رقابة على الصفحات ديت، ولا نقدر ان احنا نعمل عليها رقابة، لان هم بيقفلوا صفحة ويفتحوا صفحة. صح. فانا بقول للجمهور او بحذر الجمهور من التعامل مع صفحات بيع المستعمل المجهولة على مواقع السوشيال ميديا. ان هم بالبلدي كده ما لهمش دية. ما بالظبط كده. ما وصلت. بالظبط. وصلت. لا في ميزان ولا في عيار ولا في رقابة ولا في، ولو اتنصب عليه او حاجة كده ما حدش عارف يجيب له حقه. بالظبط كده. وصلت. بشكرك يا ابي، شكرا جزيلا، ومره ثانيه كل سنه وحضرتك طيب.